كنشكر الناس اللي جايين اليوم يسمعوا لأحد المرشحين لرئاسة الأخوات الوسط الشبابي لكرة القدم. المسألة هي الرئاسة لا تهمني في شيء، لأن ما يهمني أنا هو المكتب وهم أعضاء المكتب. فأربع سنوات وأنا داخل هذا العصبة كعضو المكتب أجهل من يسير معي في المكتب. يقولون عن هذا إنه الكاتب العام، ومرة يقولون عن هذا إنه الكاتب العام، ومرة يقولون عن هذا هذا هو الكاتب العام، ومرة يقولون ربما هذا هو الكاتب العام. فأنا الآن أعرف الكاتب العام هو السي عبد الغني، لأنني شخصيا سولته قلت السي عبد الغني واش أنت الكاتب العام؟ قال لي نعم أنا هو الكاتب العام. هو اللي صدقني فيها، لأنه هو اللي تيحل جميع المراسلات اللي كيجيو إلى السيد كاتب العام عصبة الوسط الشمالي لكرة القدم. هذا من جهة. أمين بل أجهل عييت، ما نعرف الإسمية ديالو ما عرفتوش. رؤساء اللجان أجهلوا مرة يقولوا فلان ومرة يقولوا علان. مجموعة ديال اللجان لم تشتغل، مجموعة ديال الأشياء اللي يندرج بها ولا يسعني هنا وقت لذكرها وأخجل لذكرها. فكرة القدم داخل مدينة فاس تقع قرار، كرة القدم داخل مدينة فاس أصبحت في الحضيض. بلا ما نعطي المثال ديال جوج فرق التي تتعدى عام عام، وهو الجمهور ديالو حاضر تنشكر على هذه المساندة هذه اللي جا باش يرفع كرة القدم الفاسية بالخصوص وبجهة فاس الكناس عامة. كريم القصير عندما دخل العصبة سنة 2015 دخل من أجل العمل، فكلفت حسب ظنه بلجنة اسمها لجنة الإعلام والتواصل. لجنة فيها تمارة، لجنة فيها الصداع، لجنة فيها فم الدفاع. فكنت انا كما كنقولوا ذاك الانسان الجميل اللي عنده ساعه في مكتب العصبه. تخيلوا معي اخواني لحظه كتابه الاسم والصفه ورقم الهاتف، اتفاجا باخوان يقولون لي او لاخر اكتب لي سميتي معاه. فقلت ممكن يكون صداع غير ولا شي حاجه ما عارف. اجتماع اخر تتكرر تلك المسألة، واجتماع آخر تتكرر تلك المسألة، ففهمت من هم الذين يسيرون داخل عصبة الوسط الشمالي لكرة القدم. السيد الرئيس لا يحب الكفاءات، السيد الرئيس لا يحب الطاقات، السيد الرئيس يحب من يقول له نعم ساعته يريد نعم، ويقول له لا ساعته ويريد سماع كلمة أو عبارة. من 2015 وانا منادي وكان وبشهادة الجميع بالحضور كاين المتتبعين هنا تنشوفو شهر واحد ما نكذبش عليه ونعترف به، شهر واحد كانت عصبة الوسط الشمالي في القمة ديالها. شهر واحد عشت انا كانت تلبى جميع طلبات رئيس مجلس الاعلام رئيس لجنة الاعلام والتواصل، وكانت اول سابقة من نوعها وحضروا فيها مجموعة ديال الإخوان اللي كانت القرعة من الناس اللي كنا تنادي بالقرعة الشفافية، القرعة ديال خاصة ثالث ممتاز وثالث عالي. ولكن مع الأسف ما فهمت كل شيء بدا تيلاشي. كنطلب السيد الرئيس فين فلان فين ذاك فلان، نعقد اجتماع ينعقد اجتماع بدون محاضر، ينعقد اجتماع ربما في ناس خارج اعضاء المكتب. وهذا الذي ادى بهذا المستوى. جاءت حركه اسمها تصحيح مسار العصبة. هذه الحركه هذه باش تكون واحد بدات تقريبا شهر 11 2018. علاش بغينا نلعبوا غير البطوله؟ بغينا هو انا اللي اكون غير البطوله.
تفاجئنا ما لعبوش البطوله. علاش ما عطاوناش الدعم؟ مزيان كم هو هذا الدعم؟ حاد 100 مليون ديال الدعم؟ لا 99؟ لا والله مليون والله 10000 درهم، ربما 10000 درهم تصير تشتت الدنيا بجميع الفئات. راه كلشي تيعرف. اذا ماشي من اجل الدعم، كاينه شي حاجه اخرى خصنا نفهمها اليوم. ناس ما بقاش الفرق الجادة تلتحق بالهوات، أقولها وأكررها، ناس ما بقاش الفرق الجادة تصلح الهوات. كنشوف اليوم بن سودا فريق ممتاز لو من الإمكانيات باش يصعد، كاين فريق آخر تاهو مجيد ويجتهد له من الإمكانيات ولكن خايف من يطلع ويزيد يتسلق ويطلع ويزيد يتسلق ويطلع. هناك مؤامرات تحال في مدينة فاس وللأسف تقول هي حمق. حمق لأن العقارية سيكون حمق باش تكون عقارية، حمق لأنني ما بعتهاش، حمق لأنني ما مشيتش وقلت معاهم نعم فوقاش كيبغيو يقولوا نعم وقلت لا فوقاش كيبغيو لا. تعدلت قصير طلعت هبطت كاين وجوه هنايا اكدت لي وكتاكد لي، وهذا هو المشكل، بان لا يصلح لتلك العصبة الا الرئيس الحالي. كنقول لماذا؟ علاج كفاءات، ماشي الحمق، كفاءات كفاءات. كاين حكام دوليين، كاين لاعبين دوليين، كاين مسيرين ترشحوا كاع لرئاسة الجامعة ويقولوا هذا الكلام. إذا منين جاءت القوة؟ موحدة من ضعف من يحيطون به، ضعف من يحيطون به استمد قوته وأصبح هو الذي يسير وهو الذي يعرف وهو الذي يعرف. أقول أتحمل مسؤوليتي فيها. أحسن رئيس في العالم في العصبة هو الذي لا يسير. هذا هو المشروع ديالي أنا. إذا جيت العصبة هذه مسير هذا ما تسيرش. لأن القانون الأساسي ديال الرئيس شكون هو الرئيس؟ يخدم الليجان. يا سلام نعطيكم واحد الرئيس هنا في المغرب ربما ما كيمشيش شر العصبة. هناك شحال العصبة ديالو؟ عصبة الدار البيضاء جندار نعم شحال العصبة ديالو؟ تسلق وأصبح في المكتب الجامعي وأصبح له القرارات. ولاحظوا كيف هي كرة القدم في المربع ديال الرباط والدار البيضاء وما شابههما. كم من فريق في البريمير ديفيزيون، كم من فريق في الدوزيام، كم من فريق في الهوات. أتدرون عصبة الدار البيضاء فيها أكثر من 11 فريق كيمارسوا بحال الناس السعوديين. صوروا هذا كلهم زي الاكس بحال الفلوري السعدي كلهم هما اللي ناجحين تماك وحدهم. كانت عندنا سبعه ديال الفروع في الهوات، جوج سبعه اخوان سبعه وطار حرب طاحت الاولى ولا سته طاحت حتى ولينا صفر فريق ممتاز فير صفر فريق ممتاز واخرهم الضحيه رجاء بن سودا وقدس تازه والنصر الرياضي الفاسي. ضحايا من؟ لا اعلم، من مجموعه الكواليس وطاحوا ثلاثه ثلاثه طاحوا. الحمد لله دابا عندنا واحد جوج رجعت النصر ورجعت الكواليس. دائما تنفرح فاش كنشوف كرة القدم الفاسية طاحت، وكنفرح فاش ما ينزلوش لعندي. وعلاش كنقول انا وليت انا بحال العصبة ديال الدار البيضاء ويكونوا عندي 16 فريق كلها من جهة فاس البنات كلنا بحال اللي لاعبين غير بطولة في السعوديين. علاش ما يخليوناش نزيدو؟ علاش ما يخليوناش نطلعو هاد الريتم هذا؟ علاش ما يطلعوش نجيبو معانا؟ علاش؟